عندما تحرك أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب البصرة بعد 4 أشهر من بيعة الخلافة، جاء ووقف حطب الناصرية ذي قاف، وبعث عمار والإمام الحسن سلام الله عليه والأشتر بعدين بعثهم إلى أبو موسى الأشعري أنه خلي حرك الناس يروحون إلى إمامهم، وكتب رسالة أمير المؤمنين عليه السلام. ذول يحركون الناس يخطبون في مسجد الكوفة، أبو موسى الأشعري ثبت، اصطدم بي عمار قال أنا سمعت رسول الله يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. قال له عمار: لا تكذب على رسول الله، لك ستكون بعدي فتنة، أنت يا أبو موسى فيها قاعدا خير منك قائما، وقائما خير منك ماشيا، وماشيا خير منك راكبا، إلك أنت أمرك بتمن. وأنا أشهد أن رسول الله لعنك ليلة العقبة على الجبل. قال: ثم استغفر لي، يعني كنت من 17. قال: ثم استغفر لي. قال: أنا سمعت اللعن، ما سمعت الاستغفار.